للعام الثاني على التوالي وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض سرطان الثدي، خصص مزين المشاهير جرارد يوما خاصا في جميع فروعه للمشاركة في حملة التوعية التي تقيمها الحملة الوطنية، وذلك بتخصيص كامل المردود المالي لدعم إحدى الجمعيات الفاعلة في مكافحة مرض سرطان الثدي. وقد شارك في هذا اليوم عدد كبير من السيدات، وكان الملفت مشاركة النجمة اللبنانية مايا دياب. نتابع. بدي اشكر روتانا لاهتمامها بالاشياء الانسانيه مثل ما بتهتم بالاشياء الفنيه، طبعا كمان مبادره مشكورين عليها. انا اخترت هيدا المرض لانه كان عندي صديقه كثير مقربه لإلي وفارقت هيدي الدنيا وعملت اثر فيي، عدا انه خوفي على كل سيده ببدايه من والدتي للمقربين لإلي، كل فروعتنا بلبنان وبرات لبنان هن كثير سعيدين انه نحن عم نشارك مع كل سيده وكل انسانه مصابه بهيدا المرض. نحن صرنا شهر عم نعلن بكل الصحف، اعلنا انه هيدا اليوم نحن مساهمين وداعمين لهيدي الجمعيه. انا بلاقي انه هالمبادره عظيمه وبديعه، وجرعه الزلمه حقيقه هو اتصل فينا السنه الماضيه، هي مش اول سنه، هي ثاني سنه نحن مع جرعه. هو اتصل فينا وانا كنت تفاجأت انه هالقد مهتم، يعني يا ريت كل المحلات او يا ريت في ستات بيهتموا قد ما انه جرعه مهتم بالموضوع. يعني هو اقترح انه يعطي مردود نهار من شغله للجمعيه لفرفاس، حيث عم بيوزع كتيبات، عم بيوزع شريطة زهر اللي بتذكر الست انه لازم تعمل صوره الثدي. يعني جو عم بيشتغل على مستوى الوقايه اكثر من غير شيء، وبحييه مشان هالمبادره. انا المواضيع الانسانيه والاجتماعيه كثير بتهمني، وخاصه سرطان الثدي، لانه كثير مهم انه كل ما عم بيتقدم العلم كل ما عم نعرف اكثر طرق الوقايه، هذا شيء كثير مهم. بس كمان في التوعيه، لانه السيدات عاده بيقروا او بيسمعوا او بيشوفوا دعايه بس بفكروا انه دائما الشيء بعيد عنهم، وهذا الشيء مش مزبوط. هذا الشيء ببلش من كل انسان، وانا اولهم، وكل سيده هلا عم تحضر او فتاه لازم تهتم بهذا الموضوع، تعرف طرق الاختبار اذا في شيء موجود عندها، كيف بدها تتابع مع الطبيب، اي اشياء بتكون تيومر، يعني ورم خبيث او مش خبيث، كل هول المواضيع لازم تكون. ومثل ما عم نشوف حاليا انه في جمعيات عم تهتم بهذا الموضوع بلا مقابل. انت عملتي هذا الموضوع؟ انا عملت كشف، عملت مره واحده، مع انه انا قالوا لي انه مش ضروري بهذا العمر اني اعمل، بس انا عملت لانه حسيت انه من بعد الولاده وهيك بتغير جسم السيده يعني، ولازم تعمل. وبقول انه منه بعيد عني، مع انه ما عندي بالعيله ولا بالوراثه، فما علي، هيدي شغله اذا اكتشفناها ببدايتها تنحل بلا شيميوثيرابي وبدواء فقط، يعني ليش لا؟ وبعدين حتى لو كانت الحالات شوي متقدمة عم تنحل قبل الشيميوثيرابي. فبتمنى من كل سيدة قادرة تروح تعمل ماموغرافية تهتم فيها وبولادها، تدعمهم وتقول لهم بليز نروح كلنا سوا، ويشجعوا حالهم، لأن كمان في خوف، بتصير السيدة خايفة بركة طلع عندك. طب ما إذا خايفة وبركة طلع عندك لازم نروح نعرف إذا عندك، بليز يعني خلينا نخفف المخاطر تبع الكانسرز قد ما فينا. بدي أقول مايا دياب حبيت فيها الإنسانية، وطبعا كتير حبيت مشاركتها لأنها بهذا اليوم وقطع القلب الجاتو. بدي لك مايا إن شاء الله يا رب يبعد الأمراض عن كل اللي بتحبينهم.